أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل حلق الشعر النابت على الرقبة من حلق القفاء؟ اللي من الرأس نعم من حلق القفاء، أما اللي ما هو من الرأس شعر البدن هذا الصدر والظهر ولا بأس بإزالته، لا بأس بإزالة شعر الظهر والصدر والساقين، وإذا كان يتأذى به لا بأس بإزالته للرجال والنساء، يجوز إزالة شعر البدن. نعم.